وسط توجهنا الرسمي لتموين الأسواق بالخضروات المحلية والاستغناء عن تلك المستوردة بين يدي شهر رمضان، وزير الزراعة الموريتاني يزور مشاريع زراعية في مقاطعتي كرمسين وروسو بولاية ترارزة جنوبي البلاد. زيارة ذكر الوزير في سياقها أن الحكومة الموريتانية دعمت القطاع الزراعي من خلال استصلاح الأراضي للتعاونيات والمستثمرين الصغار، مستطردا أنها تقدم سنويا نحو 3 مليارات أوقية لشركة الوطنية لاستصلاح زراع سونادير. يتزامن ذلك مع إعلان الحكومة الموريتانية خطة استباقية جديدة خلال شهر رمضان لتموين الأسواق بالخضروات المحلية، وتشارك في الخطة الحكومية 7 قطاعات هي التجارة وصيد وزراعة وتوجيه الإسلامي ووكالة تآزر ومفوضية الأمن الغذائي والتنمية الحيوانية. وتتضمن الخطة الرمضانية توزيعات نقدية وغذائية تستهدف الفئات الهشة في البلاد للتخفيف من عبء الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية خلال الشهر الكريم. ولا تتكفل وزارة التنمية الحيوانية بتوفير نقاط البيع اللحوم الحمراء في نواكشوط وفي الداخل بأسعار مدعومة، وكذلك توفير بعض اللحوم البيضاء خاصة الدجاج. ولاية تقوم مندوبية تآزر بمواكبة هذه العملية بتدخل ملي يساهم بدعم القوى الشرائية للمواطنين. ولاية تفتح مفوضية الأمن الغذائي بعض الدكاكين الملي لبيع جميع المواد الغذائية الاستهلاك الواسع بأسعار مدعومة. ولاية تقوم ببعض التوزيعات المجانية. بعض المستهلكين يشكون ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية ويعزون السبب إلى زيادة سعر الجمركة على الخضروات المستوردة من الخارج وتراجع سعر الأوقية أمام العملات الأجنبية قبيل مقدم شهر رمضان.